الناس تقول لك الاهلي خد الدوري. لا طب قول شغال. الو الو الو، الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. مشرفنا والله ومنورنا، ومعاك نجم مصر الكابتن حسين السيد. الو يا حبيبي يا مهيب. تريزيجيه ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الراجل ده لسه بيقطع فيك دلوقتي. والله ده انا سهران والله عشان اكلمه، وانا المفروض بقالي ساعتين نايم. يعني عامل ايه يا شيح؟ ايه يا حبيبي انت فين؟ منور منور التلفزيون والله ما شاء الله. وحشنا. قمر 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 ايه بشعر ده؟ تريزيجيه يعني مش عارفين نقول لك ايه. احنا لسه بنتكلم عليك انا وحسين، وبنقول ان تريزيجيه المفروض يستاهل ان هو يكون في افضل الانديه العالميه، لان انت شايف يعني مظلوم بشكل كبير جدا من الاعلام المصري، مش مديك حقك على قد امكانياتك، رغم ان احنا لسه قايلين برضو ان انت واحد من الاسباب المباشره لصعودنا لكاس العالم. مستر هيكتور كوبر كان بيعتبرك رقم واحد في اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر، يعني حاجات كتير جدا جدا نفسنا ان هي تترجم يا تريزيجيه ونشوفك في نادي كبير السنه اللي جايه. والله مهم. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله طبعا الواحد بيجتهد كتير، والحمد لله الواحد بيلاقي تعب، ولو حد مقصر معايا من ناحيه فالحمد لله المدربين الاجانب والناس دي كلها الحمد لله بتدي الواحد حق الحمد لله. بس فالواحد كل ما يجي خلاص يقرب ان هو خلاص وصل اللي هو عايزه فحاجه بتحصل يعني. الحمد لله يعني الواحد الحمد لله اللي انا فيه يعني كويس الحمد لله، وان شاء الله استمر بس على المستوى اللي انا فيه ده اهم حاجه، سواء في اي فرقه وفي اي حته اهم حاجه افضل زي ما انا يعني رقم واحد في مكان ان شاء الله. شايف ان ما بيتمش تسليط الضوء عليك بشكل كبير يا تريزيجيه بعد احرازك اهداف، بتحرز اهداف عالميه يعني بتجيب اجوان والله عالميه. مهيب. والله مهيب مش كله، في ناس في ناس الصراحه في ناس انت طبعا مثلا انت طبعا واحد منهم، في ناس مش مقصره معايا خالص يعني الحمد لله. بس انا بجتهد لنفسي مهما كان نجاحي لاهلي ومراتي والناس اللي بتحبني ده اهم حاجه، ده النجاح اللي بحس بيه. انما في ناس طبعا زيك وناس كتير جدا بتديني اكتر من حقي كمان والله، وان شاء الله اكون عند اقدر احقق كل اللي هم نفسهم يشوفوني فيه يعني. طيب شايف كنت عامل تويته لصلاح، يعني انا شايف فيه هجوم غير مبرر على محمد صلاح في الفتره الأخيرة، رغم إن صلاح يعني المفروض يكون يعني فخر لينا كلنا، فشايف إن في مساندة من اللعيبة القريبة منه في وقت زي دوت. طبعا احنا كلنا بنكلم صلاح على طول وبنسانده عشان طبعا ده واجهة لينا كلنا وشرف لينا كلنا طبعا، الواحد بيستخر بيه كل يوم طبعا لما بيشوفه بيتألق، وبطل أوروبا والدوري الإنجليزي طبعا فخر لينا كلنا وكلنا في ظهره إن شاء الله عشان نجاحه مش بيبقى ليه هو بس، ده البلد كلها ودينا كلنا طبعا. نشوفك امتى في الدوري الانجليزي يا تريزيجيه؟ ادعي لي كده يا مهيب ان شاء الله. يعني النادي ده مع النادي ده قافش فيك قفشه غريبه جدا، قاسم باشا جلطة سراي يعني عرض كل حاجه، انتر ميلان عرض كل حاجه، هو في ايه بالظبط؟ والله ان شاء الله انا واخد وعود ان شاء الله ان انا اخر الموسم ان شاء الله ان انا باذن الله يعني ان انا انتقل ان شاء الله النادي تاني، فيا رب ان شاء الله ربنا يكمل. بس الواحد اهم حاجه الواحد مركز مع نفسه دلوقتي ومع منتخب بلده طبعا. طبعا اهم حاجه البطوله بطوله افريقيا اهم حاجه، والواحد يركز فيها ان شاء الله ان هو يعمل حاجه مع طبعا مع جهاز فني محترم على اعلى مستوى ولاعيبه طبعا وكل حاجه، وان شاء الله نقدر نفرح الشعب المصري باذن الله. يعني اتعودت على ضغوط الماتشات في وجود جماهير في كاس العالم، شايف لاول مره تريزيجيه هيلعب كاس الامم الافريقيه في مصر بلدنا وسط جماهيرنا، دي بتعني ليك ايه؟ الحمد لله الواحد لعب اول ماتش دولي ليه وعنده 18 سنه قدام السنغال في استاد القاهره، كان الاستاد متقفل وعنده 18 سنه، فالواحد الحمد لله بقى له 5 سنين ونص 6 سنين بيلعب في المنتخب، فالموضوع بالنسبه له يعني اهم حاجه بس ان احنا نفرح البلد، بس اهم حاجه يبقى البطوله في البلد وان شاء الله البطوله مش تطلع من البلد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لك ان حسين السيد كان بيتكلم عليك دلوقتي وبيقول ان انت بتمشي وانت نايم، هتقول له ايه؟ اهو قدامك اهو. لا ما قلتش بتمشي وانت نايم والله العظيم. ما تحلفش. انت عارف الموقف، ما قلتوش. قال لك دراعه وكان منمل وقال لك دراعي اتقطع، صح؟ ده حصل. والله اطيب اطيب انسان هتقابله في حياتك. ده حصل. حصل؟ هو بيقول لك حصل، بيأكد الكلام. ايه المشكلة طيب؟ ما انا حصل معايا موقف. طيب. ايوه لكن ما مشيش وانا نايم، مش للدرجة دي. المشكلة في الموضوع، المشكلة في الموضوع ان انا ماسكه بايدي ان انا بقول لك اتقطعت وبقول له اتقطعت.
يعني هو ماسك ايده وبيقول لي ده تقطعت يا ابني، ازاي احنا عايزين ننام ايدك تقطعت انت تشتغلني ولا بس؟ حصل موقف قبل كده مهيب هو يحكي لك عليه. اه لا احكي لي انت، قولوا لي انت بسرعه. كان هو بيلعب في المقصه واحنا كنا في افريقيا انا وسعد. فانا سبت له العربيه بتاعتي. جالك قلب بذمتك تعمل العامله دي؟ انا بسيبها له على طول. المشكله ان انا كنت شاريها من عند حماه. عنده معاد عربيه كنت شاريها من عنده. انا لما رجعت رحت اود العربيه كان فيها خبطه كده، رحت قالوا لي يا كابتن العربيه دي مرشوه. فانا رحت امسك في حماه قلت له انت ايه اللي عملته؟ قال لي يا كابتن حسين السيد خبط العربيه وجابها لي وقال لي اتصرف. طب بعدين عملت معاه ايه؟ ده اليوم هو مين اللي دفع التصليح؟ هو ده مين اللي دفع؟ انا خدت العربيه كان معايا ابويا وامي رايحين، كان في مطر رايحين مشوار. فابويا وامي قاعدين، فانا لقيت العربيه في زيت على الارض، العربيه مش هتضرب فرامل ولا اي حاجه، رحت داخل في حته الوش اتدمر. والمشكله ان العربيه ماشيه والناس عم تتفرج عليها، العربيه ماشيه في الشارع اعمل ايه؟ رحت مكلم هشام محمد. هشام العربيه بتاعه التريزيجيه حصل لها كذا 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 وهو مش موجود، لازم تعمل له عربيه. راح هشام خد العربيه وهو جه وهو قال لي فاهم حاجه. راح خد العربيه، طول العربيه اهي افتحها اهو. العربيه تمام، بس ما فيش اي حاجه. استنى مثلا بقى العربيه يا مهيب. يا حبيبي على طول يا مهيب على طول، وساعد يشط على الكلام ده على طول، ما عوش فك كل ما يطلع في حسين السعيد يا في الحمام يا في الجلد هون يا حسين، ما فيش اي حاجه. اقسم بالله يا مهيب اقسم بالله، بس دي معلومه صحيحه. لا ده في كذا موقف حصل. يعني كذا موقف حصل. بس اللي هو لازم يمسك في حاجه. يا ابني اقسم بالله لازم يمسك في حاجه، لازم يمسك في حاجه. تمام. بس لا ده في موقف. مين يعني مين استشار مين في الجواز، انت ولا هو؟ لا كنا مع بعض احنا الاثنين. هتتكلم الموضوعين يعني احنا هتتكلم. ايوه خليك محترم عشان انت عارف لو فتحت اقسم بالله ما هقفل. اما خلاص ربنا يكرمه. لا بس هو اتجوز ربنا ان شاء الله. ربنا يكرم حسين كده رب الفترة الجاية ان شاء الله، ونشوفه رب متألق كده. وانا والله متابعه على طول في السعودية وبكلمه، حتى بكلم دايما بعد كل ما بارك له. بامانه يا تريزيجيه يعني انا ماليش ان انا اتكلم في اختيارات الاداره الفنيه لمنتخب مصر، بس حسين كان السنه دي كان متالق بشكل كبير جدا جدا في الدوري السعودي. يا مهيب انا ما احسنش والله اتكلم في الحاجات دي والله. انا عارف انا بقول لك يعني لان انتوا كنتوا مع بعض في هو ربنا يكرمه، هو ربنا يكرمه ان شاء الله. لا هو دايما بيتابعني بصراحه. دايما بيبعت لي حلو وشد حلو ان شاء الله، حتى مثلا لو لنا نصيب ان شاء الله يبقى موجود باذن الله. ربنا يكرمه رب، بس ركز في ماتشاته ان شاء الله. ان شاء الله اللي ربنا كاتبه له هنشوفه. وانت تركز في ماتشاتك وان شاء الله ربنا يكرمك، والسنه الجايه نشوفك في اكبر نادي في اوروبا، لان انت تستاهل مكانه كبيره تكون فيها السنه الجايه باذن الله. ده حقيقه. شكرا. اشكرك محمود تريزيجيه، واحد من اللعيبه الكبار في الكره المصريه. سكت ليه؟ محترم. ايه؟